سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى حتى المحتوى ديال القناه ديالي ينال الاعجاب ديالكم. فاذا كان الفيديو ديالي كيعجبكم ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك للفيديو، وبالنسبه للناس اللي باقي جداد يعني ما تنساوش ضغطوا على واحد المربع احمر كيكون تحت الفيديو مكتوبه فيه سابوني او اشتراك او سبسكرايب، هكا باش كتكونوا انكم مشتركين في القناه يعني، واي جديد كيوصلكم. فاليوم البنات بغيت نشارك معكم هذه صراحه ما كرهتش نهديها لكم. فهاد الهديه هذه يعني جاتني من طرف نفسي انا، يعني من طرفي انا. فهاد الايامات هذه البنات يعني كنت مقلقه شي شويه، يعني هاد شي مشاكل يعني جعلوا لي الحزن في القلب ديالي، كنت مقلقه يعني كنت مكتئبه، يعني شحال هادي ما بقيتش خرجت، يعني حدي غير الدار سيمانه هادي وانا جالسه غير في الدار، يعني ما كنخرج من حتى شي حاجه صافي. واليوم يعني اشنو كان السبب ديالي حتى خرجت؟ يعني بنتي هي اللي خرجتني، بقات هي والو ماما والو ماما زيدي خرجيني صافي، مشيت كنشعرها وداك الشيء خرجت هي وختها وصافي. كنت كندور كنت كيباس نبدل الجو يعني، وكنت خارجه غاديه يعني غاديه مخنوقه مقجوجه، يعني الاكتئاب بين في وجهي، الصفوريا باينه في وجهي وصافي. كنت دايزه وعسى البنات شحال كنت هزه في البسطه ديالي، هزه 20 درهم فقط ليها صافي، غير باش نشري البنات شي حاجه هكا، يعني ما معوله نمشي لا شي قصريه تلبس حتى شي حاجه. وكنت دايزه وبان لي واحد السيد يعني كيبيع العطور، كيبيع روايح، فانا من محبي العطور، انا كنحماق على العطور، يعني كيعجبوني روايح بزاف بزاف بزاف، يعني افضل هديه عندي يقدمها لي الواحد هي شي ريحه. وهي هذيك لقيت عنده روايح زوينين فنين عجبوني، وانا نقول اجي علاش ما نشريش ليا شي كادو، علاش ما نشريش ليا شي ريحه حتى انا، وهذا كيعجبني يعني كيعجبني بحال هكا، يعني نبقى انا نستني شي واحد انت غير يجيب لي حالتي اللهم شريها راسي. وصراحه يعني كنت متردده كنت واش ناخذها ولا ما ناخذهاش، وصراحه انا في واحد الطبع خايب ملي كنكون في شي محل ما كنقراش ناخذ كل شيء هذاك الشيء ناخذه، ولكن هاد البارفان هادي يعني ملي المهم بعدا شفتها في الشكل ديالها عجباتني، هاد الشكل ديالها هكا بحال هكا عجباتني، ثم يا يدي راه كيعرقوا الشكل ديالها عجبني. وملي حليتها بحال هكا يعني شفت هاد الشكل هذا حتى هو صراحه زوين عجباتني. وثالث حاجه انني حليتها شميت الريحه ديالها فن عرفتي البنات، يعني ريحه طبيعيه، يعني ريحه الورد ريحه الزهور، فانا بحال هاد الريحه ديال الطبيعيين كيعجبوني، يعني كتعجبني انا ريحه الورد، يعني جايه الريحه ديالها ريحه الورد وصافي، ماشي داك الورد اللي كيكون مجاهد، الورد اللي اللون ديالو غوز مفتوح، يعني بنتي باغا تشم هاد. وعاتيه البنات زوينه والثمن اللي هو مناسب، يعني كنسوجو في الثمن والتاويت معاه، عطيتو 20 درهم اللي كانت عندي في البسطه، مشيت ضربت دويره وجبت ليه الفلوس ديالو وخديتها. صراحه انا بنات زوينه وقولوا معاتي قولوا معايا شحال باش خديتها، يعني راه كان قال لي فيها 50 درهم دكا نعطيك 40 درهم صافي، 40 درهم باش خديتها. وعصيره كبيره البنات راه فيها فيها 100 مللتر بلاتي، فين مكتوبه فين 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 ماعرفتش فين مكتوبه، ها هي هنايا فيها 100 مليلتر، وهذه لا مارك اويش اويش عويش اويش صراحه زوينه لون كونت اويش. ومام السيد قال لي راه كتبقى، السيد قال لي راه كتبقى الريحه ديالها وفراسكم وحده اللي بقات، يعني اللي بقات عنده هذه كنت مترددة خديتها حطيتها ثاني، جات واحد السيده خداتها كنقول ناري غديها غدي، عرفتي البنات انا راه فيا التابعه ملي كنكون حاطه عيني على شي حاجه ولا بدا كيجي شي واحد اخر كيديها، ايوا صافي كنصبر راسي في قلبي كنقول صافي ماشي مشكل داتها صافي راه ما مكتاباش خليها صافي، ايوا من بعد وهي تحطها وانا نهزها بلا تردد. صراحه انا بنات الشكل ديالها زوين وغزال، بغيت نشاركها معكم يعني. فالبنات شنو هو الموضوع ديال هاد الفيديو هادي؟
ماشي، انا اللي باغا نشارك معاكم، يعني نقول لكم هاي الريحه اللي شريت، الريحه اللي نتكبر عليكم ولا شي حاجه. لا هادي راه ريحه 40 درهم، يعني راها يعني رخيصه، يعني ماشي انا نتكبر عليكم ولا شي حاجه. يعني بغيت نشارك معاكم جوج الحوايج في هاد الفيديو هادي. يعني اول حاجه هو انكم ماشي تبقاو تسناو الواحد يجيب لكم الكادو، يعني فرحوا بريوسكم جيبوا الكادو راسكم. الا كنتو مقلقين، يعني كنتو في واحد الحاله ديال الاكتئاب، حاولوا انكم تخرجوا نفوسكم، يعني خرجوا دوروا في شي بلاصه، يعني خذوا راسكم، يعني شي حاجه اللي كتعجبكم. بحال ما انا كان كيعجبوني لي بارفان، يعني على قدي خديت هذه الريحه هذه، يعني ما كرهتش ناخذ شي حاجه اخرى، ولكن الواحد يتمشى على قد ديالو على القياس ديالو. وحاجه الثانيه البنات اللي غادي نبارطاجي معكم هو انكم راه بحال دابا مثلا شي وحده مسكينه ما عندهاش، على قد الحال كتشوف صاحبتها خدات ريحه ديال كوكو شانيل ب 500 درهم، خدات ما عرفتش شنو، خدات هذه، يعني صافي هي كتبقى في الحال كتقول انا ما عنديش، انا ما قديتش ناخذ هذيك الحاجه. لا، فهي خدات كوكو شانيل ديال 500 درهم، تقلبي خدي كوكو شانيل ديال 40 درهم. حتى بهادي راه زوينه، يعني غير كتبقاي بارفان بارفان، يعني اهم حاجه هو ان الريحه تعجبك وصافي. وبالنسبه لدوك الناس يعني اللي كردوا البال، يعني اش من ماركه دايره اش من اللي ماخدم، ما تسوقيش ليهم. انا اش كندير، انا راه بزاف، يعني في الغالب انا كناخذ في البار، كنتقدى في البار الحوايج، اولا كنمشي للقساريتين كنقلب، يعني كنفلي كنلقى شي حاجه اللي هي ممتازه وبثمن اللي هو ممتاز، اللي هو رائع. والله العظيم انا بزاف، راه شحال وحده كتقول لي انا جات فين شريتي هذه، هذه زوينه، كل ما خديتها في البال وبشحال حتى ما قد، يعني صافي راه كيتصدموا كيبقاو غير يشوفوا، يعني فهمتوا، يعني ماشي بالضروري انكم تاخذوا شي حاجه يعني باش ان تكون عندكم قيمه، فالقيمه عطوها نتوما ريوسكم، يعني القيمه تعطي قيمه لراسك، واش فهمتي؟ يعني خرجي دوري عطي قيمه لراسك، ماشي تسني الاخرين تيجي يعطيك القيمه، تسني الاخرين انت امتى يجيب لك الكادو. لا، انا الكادوات صراحه ما كنشدهمش بزاف، ولكن كنشريهم من راسي. فالبنات يعني غادي ندوز دابا نبارطاجي معكم الريحه الاخرين اللي عندي. فشحال خطرين، واحد المره عيت كنت خديت واحد الريحه خديتها من البال، خديتها غير ب 35 درهم، وصراحه ريحتها يعني بارده خفيفه دينا. نتوما البنات غنشارك معكم لي بارفان اللي عندي. المهم هادي ديال جون في او دو بارفان. المهم البنات على فكره هاد البارفان هادي راه او دو بارفان، يعني الماء ديال العطر، يعني كتبقى هادي كتشد في الحوايج. هادي حتى هي او دو بارفان، هادي ديال الرجال، مع هادي كان جابها راجلي، كان جاب جوجات، جاب هادي لي وهادي ليا، وهادو التمر رخاصين في الثمن، دينا 20 درهم. هادي راه صافي راه ساليت، هادي حتى هي البارفان ديالها بحال ريحه ديال الورد، يعني كتجي ريحه الورد وزوينه فنه. حتى هي كانت عندها واحد العيبه بحال هادي، بحال هاد الخويط كيعجبوني بحال هادو الواحد اللي كيكونوا مفركسين. هادي حتى هي كان جابها ليا راجلي، هادي او دو بارفان، يعني عجبني لومباراج ديالها، شكي دايره شكل ديال زويون، فين فخات فيها. هذه حتى هي الريحه ديالها زوينه، كتجير الريحه ديال الورد، لان البنات كيعجبوني لي بارفان اللي كيكونوا بحال ريحه الورد. راه شفت حتى هي شحال بقى شويه، سميتها اسبيسيال، حتى هي بقى فيها شويه الغطايه ديالها، ما عرفت فين هي، مع كيديروها ليا الدريات. عندي هادي حتى هي، هادي كنت خديتها عند مول ماكياج، هادي الشكل ديالها زويون، خديتها حتى هي ب 50 درهم. الريحه ديالها حتى هي فنه، يعني ريحه الورد والشكل ديالها زويون، عندها واحد الغطيه طويله،
غير ودرت عليا بنتي، ولكن صراحة هادي ما كتبقاش دغيا كطير، ما عرفتش شنو سميتها، غوز غوز شي حاجة. هادي البنات هادي واعرة، هادي توب، شوف شحال بقى فيها شوية. هادي تندر، هادي كنت خديتها من ماي واي، هادي التندر، هادي الريحة ديالها خفيفة وزوينة يعني صيفية، ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها لكم. حتى هي ريحة الزهور، حتى هي كتجيب شوية في ريحة الزهور، ولكن ريحة ديالها فنة وكتبقى حتى هي. هادي او دو تواليت، هادي حتى هي كنت شريتها العام اللي فات ملي كنت مسافرة. شنو سميتها؟ كاسكاد، كاسكاد. هادي تاهي اوضة تواليت، هادي كنت خديتها ب30 درهم ملي كنت مسافرة العام الفايت، خديتها عند واحد المول مكياج. تاهي الريحة ديالها زوينة مبيهاش. يعني البنات ماشي بالضرورة انكم تاخدو، نكذب عليكم البنات، انا عمرني ما خديت الريحة ب4000 ريال. وهادي حور العين، هادي تاهي من ماي واي، هادي كانت عندي الشونتي ديالتها شميتها، صراحة زوينة كتبقى، فيها 110 مليليتر. صراحة باقي ما حليتهاش، ما بغيتش نحلها، بغيت نعطيها كادو. صافي البنات، هادو هما لي بارفان اللي عندي حاليا. مهم تتسالاو هادو ونشري ان شاء الله عاوتاني شي حاجة اخرى. انا صراحة البنات كيعجبوني لي بارفان، كنحماق عليهم. والبنات الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، وما تنساوش يعني تشتركوا في القناة بالنسبة للبنات اللي باقي ما مشتركينش في القناة. وكنقول لكم شكرا وإلى اللقاء.